بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والإخوة الكرام. السلام عليكم ورحمة الله. العنوان اسميس العيد السعيد. استقبيليث العيثة مرفوحت. السؤال مطروح أهمش أريلي العيد سعيد ماشي ذوال كان ثنيني العيد مرفوح سعيد سعيد عيد مبارك إلى آخره. أمشال ثريث البركة أمشال ثريث اللهنة ثلويث السعادة لن الشروط. من أهم هذه الشروط الشرط الأول هو النية. النية أي غرز ورغضي سخطر نسثي ذي الساس فظلي في لقس النية باش أصغر القرآن أصفر المصحف يري فاسنيك إلى قنية لله ما إلا غتزلوظ العيد الأضحية لله ما تحج لله ما تزمض الأيام أجي المباركات والسنة أجي رمضان دي السماء كانت السلامة ما كانت حصان الساعة لجر ذم قرآن ذم قرآن ما إلا فاذ موري زميرا ذي وزان والسنة أجي مقارا ذي وزان أسن عرفة ذي يمدن في صلى الله عليه وسلم فكاد بشرى إنك ربي ذي يعفو إفنا دمي وزامن أسقوسي عدن أسقوسي ديهدون يعني استثمار مشروع استثماري عظيم ونري وزامن يونواس يوم عرفة أسيا فوربي أسقوسي عدن أكذو أسقوسي ديهدون بلا ما يشمي التفاصيل بين الكبائر والصغائر ولكن عند الله عز وجل كل شيء ميسور. ربي قادر أن يغفر للإنسان الصغائر والكبائر لأن وعد الله حق وربنا قال في أي القرآن إن الله لا يخلف الميعاد. طيب إذن النية مثل النية قولاون إن شاء الله تسيد قولاون أمشار سادين والسنقين إلهان عزيز غلاين أمشار الصرحب سواسن العيد ثم قرآن العيد الأضحى المبارك. النية الصادقة عامل أساس في تحقيق البركة وفي تحصيل السعادة المنشودة باش ذي العيد ذا مرفوح ذي العيد اللهنة ذي العيد التلويث الشرطة منزوم أمزوارو ذي النية. ونفي على الصلاة والسلام الناد إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وربينا ذي القرآن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نمسفهم أي غار خطر بسبحانه يتقبل أنصاف الأعمال ولا يتقبل أنصاف النيات. رب ذي قبل ما تخذ مشويط الخذ ما أما ذي الطاعات أما ذي المعاملات أما ذي الخير ما تخذ مشويط سيفك ربي الفاركة. ولكن أريد قبل ربي شوط النية أنكار نغان سيزيام نغان ويتيام إلا قنية سيلي خالصة لله. أو كنت في غدي الوايض في سورة الكهف الآية 110 آخر آية فمن كان يرجو لقاء ربه أشهدنا ربي فليعمل عملا صالحا عملا صالحا بلا تحديد ولا تقييد نخذ ما يصلحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أثنى مسفهام الشرطة مزوارو بشذي العيد ذا مرفوح أسيلي العيد سعيد إلى قنية أي غردني أولاقي بخطر إزمر ينادي مشثين نغسيني كهث السعادة ما إلا وغد أخر فيهم قرآن ما إلا بوغد الفساغ تجغيطي والراشي قردان ما إلا زلي غزقر نغزلي غي كريس على الشيوان في قلقي أدسنتم بعد النية أن بعد النية خطر النية الخالصة الصادقة لله هي أساس تحقيق هذه السعادة أو تحصيل البركة باش هذه العيد مبارك شبير بيت مثل يريدون ما يقول كل شيء سعاد ولكن تفضث السد ويثيره لنا الساعة فران يرقز نثلاوين قبل العيد سمانة عشر أيام ثوركا خرفن العش سن روحا ويسد عشر يزقارن
او يسدلو زين نلقش نلبسا هل ترى يونا ما قاذي لي هنا ذي المحال اريد تهني نتسا ولا ثمطوثني مس براويس ولا غراويس ولا ما يهنا نتسا ثمطوثي سو تهنا غرا ولا ما تهنا نتساف الرشور هنا نرى يخرف العش يخرف العش صافي ذي النهاية سمحتي يا ثماثن أقلق ذي ثماثن نهضر كان أماكن بكل صراحة أين لا تقول ذي فغد جيلس يعني مباشرة لهنا نغ السعادة ماشي ذي الماتريال ماشي ذي ذي رمنيثي الصنعان يولواس مشاهو يروح يوني المزير يوم بمغار أسمي الله ومغاري ساعة غزال ذي الجد ذي ثنا ذي الشرعيث أمغار سيمي تسيمغور سيمي ساعة غزال أما دخلت وشلت ذا مغار نغثى مغار أما ذي الحومة أما ذي قذروم أما ذي ثدرث أما ذي العرش أكين ساعة الفلاني ذا مغار تشاور تمدن تقدر تمدن أما ذا مغار أما ذا مغار ولكن روح يا زمان جي يا زمان يغلق المنسي ضارا لنا ذي الوقت تمسلاي غذوان إي مغارا إلا ندقخام نقمغارا وثيدي الصحارة أذي عقذا كذوا الراويس ولا كذوا الراوب الراويس ولا كذوا فاميلتيس أثنايذ ذقخام نمقارا دور الرحمة أولاقي ذي العوجي تعوج الدونيث تعوج السيرة قمذانا وما ماشي ذا خمن الرحمة دار العقوق ماشي دار الرحمة خطر لو كانت الرحمة في القلوب ما احتجنا إلى بناء دور الرحمة ونحو جارة أن سعي خامن الرحمة لو كانت الرحمة تقولون مدني غا ولا قيدين تحصان وسمحتي تقول سناقي لأنه قال يسدوبلين لادوز اللي كاشيني باش هذه تسوياك وان دايلا هذه قمام درويش مسكين هذه شوال القوث الكاشي هذه سعدين العيد خطر ذي العيد تحريك ثا السام وقرني ثقفالي ثما فرع ذا ما فرع ذا أتوث ما فرع ذا ثقناوث أدفك الهوى ما فرع ذا السام أدفكي مطاون السن العيد ذي سعديون فران إيوا الراويس إيوا شولتيس ذا شو ذي العيد ذا شو ذي العيد لذلك يا جماعة الخير سمحتي يصلي في النبي صلى الله عليه وسلم السعادة يسقسي من يروح سمارة زمني يبوي يستور قدس ثورة يكتب ذيكس أكوين الهان ذي الدونيث يكتب ثازمرث صحة يكتب إذريمن دراهم يكتب الدرية الذرية يكتب الشهرة يتوسم يكتب كل شيء كاين الى ندي الدوني في لها ابريف كاتسي ومغار زمني ين يسوي لك سفنا كل شغلاكي ما فيه هني ما فيه لي سعيد هل يحقق السعادة بطيبات الدنيا وبملذاتها المختلفة أم غارني ميجرب يخذ ما سكن ياس خاطي إن ياس لهنا غتسن دخل بول ثالويثة تسن دخل تنفسيث ما يهنى وليك يهنى الخطريك الخير ربح ما إلا لهنا ولا شي تقول لغ الولاون ذي المحال أذي لي فلاد ميهنى ولا ما تفكي ضص الأرزاق الدنيا مرة الأرزاق الدنيا تعاونا ما سيادة خميل هانس سيادة طوموبيل هانس سي نورمال تعاونن تعاونن بلا شك ولات الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يدي مسير في الشوالاكي ثلاثة من السعادة في حديث ابن عباس في حديث عائشة الأحاديث كثيرة إلى وان دي فذر مثلا المركب الواسع من المركب الهاني المسكن الواسع خامي وسعا إلى وان دي فذر الزوجة الصالحة الزوجة الصالحة أتصن تمثال ولكن في كذا مرة أتعاونت ولكن لهنا ثم قران تتفذو سقول سقول أخطر ذي نفتي لهنا وربينا ذي القرآن الكريم
هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أكايث مثلا زربت جمانيك في كل صفدي خصت كل شيء ولا شيء شو سعيد، ولكن يهنو لك رحمة ربي فهالناضي صوذ ميك يا أخي قرنا كيف قبيلي ثم صديث ولون أذ شبحا وذماون يهنو لك مرتاح زل ذي الوقت ما شاء الله تتصد في رجال علي الخير البح ميثيك ولا صفدي مانيكي ونشوال يوث القرة غص سعيد كل شيء للدنيا، ولكن السعادة ليست هذه خطر زماني والشاعري وشيث وقور أشو سينا إن وما الدنيا إلا طعام وشراب ومنام فإن فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. وقيد ونمي يعرقوا فريد إن دولاقي من الشضي غلظ يون الرئاسة يخدم مثلا رد رسمان يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته أتطلب النفع ممن فيه خسران أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان وامدد يديك بالله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان. في صلى الله عليه وسلم إلا كذا بكر صديق ذي الغار يمشوا من المشركين سنتين فلاس تقليف فلاس يفدي من ذي الغار ذي الغار ماشي ذا طابي ماشي ذي الحرير ماشي تصادوت، ولكن شو يضران يحكي ضربي ثم شهوت ذي القرآن إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. النتيجة فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها. نفهم الرسالة إذن يثمثن النيات أدغل غلمث النية ربي سبحانه أذي قفل خذ مثلا مشطوح سنية الهان سيد الأجر مثلا إلا يونيك الليل للفقير ورسالة مشريقة في العيدك أسين ضاكي ما غروح والزمير غارة هذا الصفرحة وكيك الليل مشاك صفرحة ويضا صفرحة ويضا ما فرحني ياك أصدق اللفسان يوراويس أهات أصدق شوية بحسون ولو كان 5 كيلو 4 كيلو ما الزمرضة صدوة خرفي هذه هو الأضحية مور الزميضارة أتشد الشيخ مشريون يلا هذه 4 إذن غادنا وخرفيون كشا مليونة 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 مليون أنا صفر حيو ثم تفاميلت الفرح نورويس وكذا ذا يومين الزمرة على بركة خضم الخدمة ثم شطوح أكنت صفر خضيكي فرح ربي أخطر رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية. إذن النية النية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وربنا قال في أي القرآن في سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الحمد لله طولق شوي ذي سخط ريلاق سجل الصح ثورة النية شرطة مزوارو بشذي العيد ذا مرفوح أذي العيد سعيد ذا النية لله إلا الشرط وايض ذا شوث التزام الطاعات وسائر العبادات والباقيات الصالحات يوم باولي جمعي ثنتي دياكو والسنة كي غلاين وين زمرا أذي يوزوم أذي يوزوم يلها وينو الزميرارا غادي يجتهد امشي شي تفثارا صنع عرفه ما يقدر ربي اسكواسا غنعيش عرفه سير قابل بلا كنت عايشها فرصه والحياه فرص صافي الى قال ان ان ان, أن فرص تاكليت وسكواسا ذي الخير ذي الطاعين من زمان ولا غيعفو ربي اسكواسي عدن وسكواسي تهدون تاكي هبه ربانيه وهذه من عطاءات الله وعطاءات الإله رب سبحانه عز وجل لا تعد ولا تحصى. ثقي إذن تمزورث الصيام والذكر والتكبير خاصة قولنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نكثر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أين الصنضين الزمرضين ثيد كبر الله سبح الله عز وجل في هذه الأيام المباركات لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا يلا أثنى تقي سبثي سنات بشدي لعيد سعيد العيد تمر في واحد سبثي سنات خطري غير ما لا يود العيد نكون إلا من الغافلين سعيا ما قيم زورا جامين في ربي سبحانه غافلين لا وربنا في صورة الأعراف الآية 205 إن ولا تكن من الغافلين حذرت سيليض سي الغافلين طيب تلقي العامل العامل والسين العامل والثلاثة وهو مهم جدا وهو صلة الرحم صلة الرحم ثاقث وعر مليح إزمراكين إيوان آخر في بوخثيد نغيو غدا الزقر ذي سبعة نغي خمسة يذنا اللبسي ورشت لا كل شيء لا ميس النظ إما كني إبا فكني إيوا ثمثني الرحم يسمك في وليين عمتي خالتي كيني حبس أكين كوني مخاصم ألا ماذ يوم الدين ألا ماذ يوم القيامة الشحنة مقارثة تسمرني يشبير بيثمثن بشذي العيد تمر فوحف إلى قتل صلاة الرحيم صلة الرحم يوصيغد فلس ربي سبحانه يوصيغد فلس في صلى الله عليه وسلم لا أذكر النصوص كثيرا ربحا للزمن واستثمارا له والمعاني فقط لحبيث نوصلها مثلا نبي عليه الصلاة والسلام ديننا ليس الواصل بالمكافئ شو المعنى يس السنضيون ثم خلف ذاك ذا عميش روح ترزر غورس روح سلم في الناس غافريت سلم في الناس أكيني خاطي أنك ماشي درقاز نسى درقاز أكيني خاطي ذن تسيلة قد يرزر غوري خاطر نسي ظلما لقي كل كلام أولا قولي سارة كل قيمة لا ذي الشرعيث ولا ذي قفايليث أتنسي فقفايليث قارن شبحة برقاز سير روزة شبحة برقاز سير روزة سمحتي زوالة قفايليث شبحة برقاز سير روزة أرجز ونغلف نيماني سسيني أكذل فغسمح أنا نجيلك نقولك اسمح لي نسلم على رأسك اسمح لي ذا شو خسر أرسي دي ربور خسير غالة البحار أرسي ثماثنا وقال المؤمنين سين ما شاء الله صافة شو خسر ثروك زوث مقصارة وإذا أولي مزوري دجان شبحة برقز سير روكزة شبحة تمطوث ذي لحيا وقرنا والويض ويني جان إيجن جان اتفقنا اولا كنت قبيليث يسعى ضرر شرعيث هذا فتح الدليل ادله ماشي غير يوم دليل ربي نادي القران والكاظمين الغيظ ودينا راه الفاقدين الغيظ يرفكد عمك يرفو نورمال يزعفك يدخلك زعف ولكن الشرع كيقر الى قد صوت لي فرا مكابح باش تخدم ظلك سيداتك ذا الأرحام والكاظمين الغيظ زيد والعافين عن الناس العافين كاش المعنى ايه ما تسمحوا ماشي ينفر تحسيفين قارن تحسيف سيتادير سي نظر سلمة في لك هسه ما كي تسمح كثير تخدم دي كذا 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 يرنا بعد العيد وليد سيندرك السينر هسه كي كان دي العيد المغفر مي ابري كل يوم قسم كيس غلط ربي ندو العافين عن الناس العفو معناه المحو اتسمحوا تقول الشحنة وتقول انت اللي سيكاتريس وتقول يا الشامة سمح المسامح ذين الى قدير ذن ولا ون طيب فقل عافين عن الناس الدرجة علينا اكثر اسميس والله يحب المحسنين معنتها أن تحسن إلى من أساء إليك هنا البطولة وهنا الرقي أن تحسن لمن أحسنت إليه سي نورمال وما جزاء الإحسان إلا الإحسان ولكن عند يعار ما تخدم الإحسان
ميمي وينكني كيضرن غاز دي فاميلت يضرك شيني استخدم الاحسان وكذي القران هذه فكره ذي الدليل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اشو دينا ليس الواصل بالمكافي المعنى يسمى شي وين كي دي زورنا تزور وين اذا هذا ميل انت يتشري شيني تخيض من سيتروزو شيني جفر من سيسلوغو شزيزدي من سيتهدو شفنو وعر شويه طه مثلها وكي مغار نزيك نحفظ في اللاس ربي يعلم اين غارغ سي مغار مثل في غارة كتابين الدين غاولي يقول يقارنا هذا عيوزة بلك السليمة مليح اين غارغ سي مغارا والله مفيق في كتابين قريت الجمعة قريت المنبر خطر مغار مجرب إغراض إلا كل مدرسة اسمها مدرسة الحياة يسعى 90 سنة 80 سنة أكدف كلا كريم لا كريم تذرثيس بروفيتي بروفيتي مجرب سال مجرب لا تنسى طبيب غرند مدرسة الحياة أعظم المدارس عيبها الوحيد تكاليفها باهظة أتغرض الدرس وكتخلص الغلاي أكي جماعة الخير صافي مزورة نروح نذفرون ثالوث أكي خدما ماشي كان ذي الأرحام ولا ذي برا الغاشي تمخلفان تمخلفان في ذريمان في الشركة في ثلاث في فاندو في تريكا في كلش في كل فوال ولا شوالو فوال إينا دوال إينا دوال طف كالقيرة مثل طف دوال ولا شو مشكلة كبيرة حاجة خفيفة جدا ولكن أول يفرون ذوال أمشي قارن ميروح نذرزون في قاذي مخلفا هذا السنين نرزد في اللون أنفنو أين يهدن وانجفر أين يرزن وانزيزدي أين لغن أنزيزدي أولوني لغن مزديث أولون أذشبحا وذماون وانجفر أين يرزن وانخض أين شرين إلى آخره المعنى الشعار الهدف ينز هو الصلح وربي ذي القرآن ينات اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم أكيد إنا ودينا لو تمخلف ثالا إنا كمات مخلف مصالحة وإنا دي الله ينظن والصلح خير جزء من الآية ونبي صلى الله عليه وسلم سئل إنا يسني الصحابة ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين ما كنت خبرا سوين يفن نافلة أمام رمضان أما نزلي ثمن الزكاة ننسى نعم يا رسول الله إن يسخدم مثل الإصلاح مصالحة جمع التسد ويثيره لذلك مسألة الصلح وقذي فرنة يهضر ربي باش درتي لا ونسم كل خون الشيطان كل خاسي الشيطان نرتمطو فيك عادي نغدا ولا كي الزريغ ولي ويجرح حياة مثلا ونبلا الشكولا ولونا تصلي ولو ويجرح الولا ون قبل العيد لا وقذي فران سي بون خرفن العشن سن على جل حجريا ديتو تافيها إما الزعامة الكاذبة نغ الرجولة المزيفة نغ ذوال ونكون زام ثمور ثنغ ثورة والي تسويقة أوالي تهدو أوال خطير أشحان تريوني كفران سبا ذوال أوالي روح سياغ 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 سيت مطوث رطايل سكور قاز أوال طف ثبرات مطوث نغ يريم أولان يرد دريان إلى آخره أي القرن مزورة أطنسيون أول أول يتفول يفنو يهدو أول يتساود شوال أول يتساود ثلويث أول الزيزدي أول سلوغو أول يتساود لهنا يتساود الفتنة ذوال ذيني ميغدين ربي عسلمان ولا أطنسيون أول ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرع في السماء أبرين بعدين هذه الكلمة الخبيثة وكلمة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار أم بعد يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء سورة إبراهيم الآية 24 إلى غاية الآية 27 وربي وقولوا للناس حسنا والنبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت من أشحال إقفضان يرتسد ويثيرو السبا ذا وال
ذا شو أمشاري للعيد سعيد ما ينفريث مطوثيس قيم دوارا وسن النفس النفس ذي عقدر مطوثيس النفس ذي عقدر ورس وقي عيد سعيد وقي نغوي إنه غنفا فاس اليماس دوارا وس إلى آخره ضياد ينيق لا يمكن أن تتحقق السعادة في العيد ما العش يخرف ما يخرف العش ورتسيدي على الهنا ورتسيدي على الفركة لذلك ركزت في تقيث مثلا وقيت سبا في ثلاثة في أربعة سعى الأهمية تم قرانة ذا شو تيث مثلا إلى قان صفرح يقليلا لن يوجلا وسعنا راغي بفثا أسقوى سيعداني سعى بفاس يغسد العيد أسقوى سوري سعارة ذا وجيل من ولا وجيل لقد المكثير محمد صلى الله عليه وسلم وجيل يعاش ذا وجيل يتوصي في وجيلا إلى قسنا غوالين في صلى الله عليه وسلم أي ثمثل ونصفرحنا وجيل ونصفرحنا ثجات يصفرح موضين أمغفون قسنا قل عواشر يسعى لجر ذم قرآن عند الله عز وجل وربي يرضى عليكم يلي فرح هؤلاء وعلى بالكم في عصاته السلام استقصتي ونصحبي إناس أحب الناس إلى الله أستقصي وإناس أحب الأعمال إلى الله إناس أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أنوك حمل ربي يطاس ونس إنفع نوياه ذا شو الخدميك حمل ربي يطاس وين ريسكش من الفرحة أتصفر حظك ماكين سلام والتمكين سلام ذا مغفون ذا وجيد تجال ذا موضين إلى آخره أكنث من الصفرح أغي فرح ربي سبحانه عز وجل خطر ما إلا نكونين هنا ويضور هنا نرى يخوص العيد الني تخوص الفركة تخوص لهنا تخوص السعادة أكره العيد سعيد ثيس خمسة ثان قاروث باش هذه العيد سعيد إلا قن طبق الشروط الشرعية وكذ القواعد الطبية والعلمية إذا قد تصبوان الشروط الشرعية سلم سنتاك ما دوض خرفين غشرين غازقرنا كذا إلى قد يسعوا الشرع إلى قليل أضحية طيبة زدية صفاء وسالة لك إلى آخره وسطول الغرف ثقي حاجة أخرى أدوض خرارا غير خرفيا وإلى قد تمشتاون ونسان الشيون كل نسان الشيون وإلى قد مشتاون لا يجوز تمشتاون خرفيا على كل حال ماشي يوكم لو قد يستخدم الشغل لكي وراش الراشة إذا عسوا خرفي ما عليش متقبلها باش ذا خرفي لانت قواعد الشريعة أمشي الموسى ذي اللي قاطع أمشي ذي بسم الله والله أكبر ما رزو ذا خرفي ولا قاضي حضر كماس ماشي الاسبكتاتور أدوض الغاشي 20-40 الغاشي الدوير ذينا مسكينة خرفي ذي قواد قاطي غرست شوية القرآن الخير الفح تقي ثابت علميا شرعيا وعلميا بسم الله الله أكبر سعدي ذا خرفي يونيون بلا ما يولا كماس أمشي مزل خاطي الرحمة بالحيوان الرحمة بالإنسان والرحمة بالحيوان يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء ماشي كان ينغى كبشر حتى الحيوان يحتاج إلى رحمة وكذلك من نخدمك يعني الأضحية وكذلك قنزيز ديام كان إلى قد نفكر السيفيز من قارن سيفيز حضارة ما شغل سوالي المدن كنو سدي ثارة ونتحافظ على الصحة ونتغارى والي الطباء لمدسة سيدة زيكسبير خبراء أغد قارنا مشان نخدم البياطرة المختصين ذي البيطرة كيف كيف وقال لكي ذي مسنون يغدينا ربي إلى قاتل تستقسيم خط ربي الناد فاسأل به خبيرة ولا ينبئك مثل خبير ما شان جغر في نيزان غير ذايان أكرمكم الله وكذا يظهر من ذكرة كان دسن يقجان ذاوين الهلاكات أن تهد ثزمرة النغ سيفسن النغ وإلى قارا ما شان بدن تقن صحاب البيئة لون في رجمه كنين لا الشرع نغلى ذي كلش ولكن داخل الخبراء مرحبا يصلى الله سلام انسان إلى قفز ذي لا ننسل من ذي الخارج ذي كندا ذي فرنسا إلى آخره هذا الساكن يلوذن في الإسلام هذا السمسنا كي ذمن لوسق ما ذي الباطي ما ذي بنوار يسردنا كلش يبوشي كلش أشي نسي دي ميزيلمان وقال دي ميزيلمان فكان دي يلوذن نكويل قد نفكو ذمي الهان يشبحن زديا أما ذي ثمورث النغ أما فري ثمورث النغ يشبير بيكا خطر ما يونوري قدرار القواعد الصحية أدي في منسيس بيطر أدي يشل مكان يومسن أكا أدي قضنو تاع قذارة أدي هو لوبيطال لي زيرجونس من بعد الشوال ذوك خما يغرى خويا أو هرب هذه عدي العيد ذا مرفوح باش هذه العيد ذا مرفوح العيد تا مرفوح عيد سعيد في قال أهم الشروط ذكرناها
في لقاء اليوم المبارك في النهاية الختام. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم زدنا إيمان وتقوى ويقينا. اللهم زدنا ألفة وأخوة ومحبة وسعادة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم استرنا فوق الأرض، اللهم استرنا تحت الأرض، اللهم استرنا يوم العرض. عيدكم مبارك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.